السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زوار ومتتبعي مدونة العالم الذكي. إن شاء الله في هذه الحلقة الحصرية سنتطرق من خلالها لطريقة ستمكنك من حفظ أعينك من أشعة الهاتف، يعني كما نعلم أن أشعة الهاتف خطيرة جدا على أعين الإنسان، طبعا خطيرة جدا على يعني صحة الإنسان عموما، لكن يعني الأعين تتأثر أكثر من هذه الأشعة طبعا، خصوصا معروفة هذه الفكرة خصوصا بالليل، يعني عندما تكون يعني تستعمل الهاتف بالليل تكون هذه الأشعة مؤثرة أكثر من النهار. طبعا لهذا سنقوم بتنصيب تطبيق سيمكنك من حذف أو فلترة الأشعة الزرقاء، يعني الأشعة المؤثرة على الأعين أثناء استعمال هاتفك بالليل. طبعا يعني تطبيق أكثر من رائع. إذا كان لديك أي آلام في الأعين، يعني عندما ستستخدمه ستلاحظ الفرق طبعا، وهذا لا نقاش فيه. كأول خطوة يجب القيام بها وهي الذهاب على متجر جوجل بلاي طبعا، و البحث عن تطبيق اسمه توين لايت كما نرى هنا، توين لايت. طبعا هنا يوجد نسختان، النسخة المجانية كما نرى هنا يعني التنقيط 4.5، وهنا لدينا النسخة البرو يعني النسخة البروفيشنال وهي نسخة مدفوعة طبعا، ونختار النسخة المجانية كما نرى هنا فلتر دو لوميير بلو بور ريتم كيركاديان سين غاني اون اور دو سوماي. طبعا كما نرى هنا الصور توضح يعني هنا في الجانب الأيسر الهاتف بدون يعني فلترة الأشعة الزرقاء، وفي الجانب الأيمن يعني الهاتف مفلتر بتطبيق توين لايت كما نرى هنا، يعني لدينا فرق شاسع. وأنت أيضا كمستخدم ستلاحظ الفرق، يعني إذا كان لديك أي آلام في الأعين فلن تؤلمك مجددا. طبعا سنقوم بتحميل التطبيق. تطبيق طبعا أكثر من رائع، أنا أستخدمه شخصيا منذ عامين تقريبا، تطبيق أكثر من رائع ويعني يسهل علي استخدام الهاتف أثناء في الليل طبعا، يعني خصوصا في الليل، يعني في الليل لن يؤثر عليك الهاتف أبدا على الأعين. طبعا هنا نقوم بالدخول، طبعا هذا هو التطبيق، نقوم بالدخول إلى التطبيق كما هذه الواجهة. طبعا هنا عند الضغط على بريفيو كما نرى هنا هذه العين يعني يعطيك مثال لكيف سيكون هاتفك إذا قمت بتفعيل التطبيق كما نرى هنا، كما نرى هنا يعني يوجد احمرار على يعني الشاشة هنا في انتنسيتي، يعني تقوم بعملها إلى 25 طبعا. وهنا يعني في الفلتر تايم هنا أنت تحدد وقت فلترة هذه الأشعة، طبعا إذا عملت اولويز يعني سيكون دائما هاتفك مفلتر، يعني وهنا في السن يعني من الشروق حتى الغروب. هنا عاوتاني الارم طبعا إذا أردت، وهنا يعني أنت تحدد كوستوم، يعني أنت تحدد الوقت الذي تريده كما نرى هنا، يعني الوقت الذي تريده. احنا يعني الآن 11 و22 يعني في المغرب، هنا يعني تحدد، يعني في الغالب قم باستخدامه في الليل يعني من 8 أو من 7 مساء يعني فما فوق، يعني وعندما تقوم بتحديد يعني كما نرى هنا نقوم بتحديد مثلا الوقت، نقوم بالضغط على هذه الخانة إذ لم تكن يعني ستجدها أنت هكذا، قم بالضغط عليها هكذا وبالتالي التطبيق يشتغل يعني بكفاءة عالية. وأنت أيضا كما قلت ستلاحظ الفرق يعني عند استخدام هاتفك أثناء الليل، يعني فلن يعني تعاني من أي آلام أخرى أو يعني إحمرار الأعين عند مشاهدتك لشاشة الهاتف. لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لمن لديه أي استفسار أو أي سؤال، يعني أنا أراه الإشارة طبعا فهذا واجب، ولا تبخلوا علينا بعمل لايك للفيديو أيضا، ويعني زيارة المدونة www.smartworld3.blogspot.com. نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، إلى اللقاء.